أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. جميع ما يتفضل به ضيوفنا الأكارم بكل حلقة لا يعبر نهائيا عن رأي مؤسسة أورينت ولا تتبناه. ملفنا لهذا اليوم: لماذا يمنع الأكراد الحشد الشيعي الشعبي الصفوي من معركة الموصل؟ مع بدء الحشد العسكري حول الموصل والحديث عن اقتراب الهجوم على المدينة المعقل الرئيس لتنظيم الدولة في العراق، يزداد الصراع حدة بين أطراف عراقية وغير عراقية حول هوية المشاركين والممنوعين من المشاركة بمعركة تحرير الموصل. بعد مرور أقل من أسبوع على قرار مجلس محافظة نينوى وبأغلبية أعضائه رفض قرار رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إشراك ميليشيات الحشد الشيعي الشعبي الصفوي في معركة تحرير المحافظة ومركزها مدينة الموصل نحو 400 كيلومتر شمالي بغداد، أعلن فصيل مسلح آخر هو حزب العمال الكردستاني التركي المعارض لأنقرة المتواجد على الأراضي العراقية عن استعداده للمشاركة في معركة الموصل، وهو تحرك يراه المراقبون أنه يأتي بإعاز إيراني مباشر بسبب ارتباط تلك الجماعة بطهران وحرسها الثوري. من جهته اتهم مجلس محافظة نينوى عناصر الحشد الشيعي الشعبي الصفوي بممارسة انتهاكات في كل من محافظة ديالى وصلاح الدين. كانت سمعة الحشد الشيعي الشعبي الصفوي قد ظهرت بشكل سيء مع المعارك التي خاضتها والتي شهدت اعتداءات على المدنيين ونهبا للممتلكات العامة والخاصة وحرقا للمنازل وتفجيرا وتخريبا للمساجد، وهو ما دفع مجلس محافظة نينوى لرفض مشاركة الحشد الشيعي الشعبي الصفوي في المعركة. كما اتهم مجلس محافظة نينوى عناصر الحشد الشيعي الشعبي الصفوي بممارسة انتهاكات في ديالى وصلاح الدين الذي شارك بتحرير مناطق فيها، لافتا إلى أن مشاركته بمعركة الموصل ستخلق مشكلة كبيرة لأن أهالي الموصل ضد مشاركتهم جملة وتفصيلا، مع العلم أن إيران تريد الوصول إلى محافظة نينوى عبر أحد الفصائل الموالية لها، لأن تلك المحافظة العراقية تشكل موقعا استراتيجيا يتيح للإيرانيين الوصول من خلالها إلى سوريا برا عبر طريق بري يمتد من إيران إلى محافظة ديالى ثم إلى محافظة صلاح الدين ثم إلى محافظة نينوى ثم إلى الأراضي السورية. السؤال هنا: الاستعداد لخوض معركة الموصل من الناحية العسكرية جاهز، لكن المفقود هو الاتفاق بين بغداد وأربيل. لم تتفق الحكومة العراقية وحكومة إقليم الشمال حتى هذه اللحظة على صيغة معينة من أجل آلية خوض معركة الموصل ومشاركة قوات الباشميرغا. إثر تقدم الباشميرغا في سهل محافظة نينوى شمالا مؤخرا، مخاوف الحكومة المركزية بقيادة حيدر العبادي من أن تتوسع الباشميرغا وأن تمسك بالأرض التي تستعيد من قوات الداعش. حكومة الإقليم أكدت مضيها في التقدم في مناطق نينوى ورفض انسحابها من المناطق التي سيطرت عليها، لأن الموصل لها خصوصية عراقية وإقليمية ودولية معقدة، وليس من الحكمة السياسية أن يفتح العباد النار على الجارة تركيا، ولا يجوز أن يدخل الحشد الشيعي الشعبي الموصل حتى لا تشتعل المعركة بينه وبين جواره من تركيا. سنناقش هذا الموضوع بمحورين: المحور الأول، الجيش العراقي وقوات الباشميرغا الكردية لن تستطيع لوحدها تحرير الموصل بسبب الواقع الاجتماعي والتركيبة الدينية والمذهبية فيها، مع وجود مجموعات سكانية مثل التركمان، الشيعة في قضاء تل العفر، وأقلية أخرى تدعى الشبك يتبع قسم منهم المذهب الشيعي. المحور الثاني، قال أثيل النجيفي قائد قوات الحشد الشيعي الشعبي الصفوي أن عناصر الحشد الشيعي الشيعية لن تشارك في معركة تحرير الموصل من قبضة داعش، وهنالك جهات دولية كثيرة ترفض دخول الحشد الشيعي الشعبي إلى الموصل، وأهل الموصل يرفضون ذلك بشدة، لذلك لن يكون للحشد الشيعي الشعبي الصفوي فرصة لدخول الموصل على الأقل في المرحلة الأولى. سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من الأستاذ الدكتور المهندس هلال الدليمي وسعادة الشيخ عبد القادر النايل شيخ مشارخ الأنبار. أهلا وسهلا بكم. سنستمع إلى كل ذلك، ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير.
تصاعد الترشق الإعلامي بين الحشد الشيعي والأكراد قبيل معركة الموصل بشهر. رئيس إقليم كردستان يصر على مشاركة مقاتلي البشمركة في عملية تحرير الموصل المرتقبة والمقرر أن يجري تحريرها الشهر المقبل من قبضة تنظيم الدولة. حدة الاتهامات المتبادلة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان وبين بعض ممثلي الحشد الشيعي الشعبي تصاعدت، وذلك في خضم الاستعدادات القائمة للبدء بمعركة تحرير الموصل. وفي أحدث التصريحات بهذا الشأن اتهم الحزب الكردستاني مسلحي ميليشيات الحشد الشعبي بتعاطي المخدرات والإدمان. وقال عضو المكتب السياسي للحزب الكردستاني سعدي أحمد بيرة إننا انتقدنا زيارة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي التي قام بها مؤخرا إلى مدينة السليمانية معقل الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده جلال طالباني، لأن المالكي طالب بعض القيادات الكردية هناك بالعمل على عدم مشاركة قوات البشمركة في عملية تحرير الموصل. وأوضح أحمد بيرة لقد قلنا للمالكي أن قوات البشمركة قوات مقدمة وليس كعناصر الحشد الشعبي الذي يتعاطى مقاتلوه المخدرات وتم زج الكثير منهم في السجون قبل ذلك، ثم تم تنظيمهم في إطار الحشد الشعبي بعد دفعهم للرشاوي. ويصر رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني على مشاركة مقاتلي البشمركة في عملية تحرير الموصل المرتقبة والمقرر أن يجري تحريرها نهاية هذا العام من قبضة تنظيم الدولة. في ذات السياق قالت عضو مجلس النواب عن كتلة بدر الشيعية التي تمتلك جناحا عسكريا النائبة منال وهاب المسلماوي إن مسعود برزاني بإصراره على المشاركة في معركة الموصل يحاول سرقة الموصل وضمها إلى إقليم كردستان. وأضافت النائبة المسلماوي إن الحشد الشعبي والقوات الأمنية والعشائر السنية الوطنية ستمنع برزاني من تحقيق أحلامه في ضم الموصل، والذي أعلن في فبراير من العام 2015 أن الحدود الموروثة من اتفاقيات سايكس بيكو هي حدود مصطنعة، وأن الحدود الجديدة في المنطقة ترسم بالدم داخل العراق. وتابعت النائبة عن التحالف الشيعي إن تحرير الموصل لا يتم إلا بأيدي عراقية وطنية من القوات الأمنية والحشد الشعبي الغيارة، مضيفة أن مشاركة الحشد في تحرير الموصل هو قرار بيد رئيس الحكومة حيدر العبادي وليس من صلاحيات مسعود برزاني الذي يتصرف مع الحكومة الاتحادية وكان إقليم كردستان دولة مستقلة. نرحب بضيوفي على المحور الأول، كل من الأستاذ دكتور مهندس هلال الدليمي وسعادة الشيخ عبد القادر النايل. الحج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله، أهلا وسهلا بكم. دكتور هلال، لماذا يرفض الأكراد مشاركة الحشد الشيعي الشعب الصفوي جملة وتفصيلا في معركة استعادة الموصل التي يقولون أنها لثلاثين يوم ستكون قد بدأت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولراديو أورينت القائمين عليه، تحية لضيفك الكريم الشيخ عبد القادر النايل. قضية الموصل أصبحت قضية حق تراشق ما بين الأطراف التي سلمت الموصل بالأساس بشكل واضح لكي تهين أهل الموصل وتقدم لهم الموت المجاني عن طريق التحالف الدولي والطيران الإيراني. معركة الموصل القادمة سوف بدأت ما بين الأطراف التي تدعي ناصية تحرير الموصل قبل أن تبدأ مع تنظيم الدولة. هذا دليل على أن العاملين على هذا الملف هم يرسمون أو رسموا سيناريو محدد لتنفيذ مطامع خاصة، كل حسب أجندته التي رسمت له من خارج العراق، وربما الأطماع الكردية تكون هنا تتقدم بشكل واضح على غيرها لأنها سبق وأن أعلمت مناطق سهل نينوى ومناطق متنازع عليها وما إلى ذلك، وما لم تستطيع أن تحققه عبر قنوات البرلمانية والقانونية وفق الدستور الأعرج العراقي ربما ستحققه عن طريق تحرير الموصل، وهذا هو سر إصرار الأكراد على المشاركة في هذه المعركة. ورفض الحشد الشعبي هو رفض شعبي حقيقة من أهل الموصل أولا ومن كل أهل العراق لتواجد هذه الميليشيات التابعة لإيران. الجانب الآخر
هو الميليشيات الحشد الشعبي الصفوية ميليشيات إيرانية الهوى، وإيران لديها حقيقة طموح ومشروع في العراق يستهدف الأكراد في المرحلة الأخيرة. نحن كما أسلفنا وذكرنا في هذا المقال أكثر من مرة بأن المشروع الإيراني هو على 3 مراحل. المرحلة الأولى هو قضم أهل السنة بالشيعة، ومن ثم قضم العرب الشيعة بعضهم ببعض، ومن ثم التوجه نحو الأكراد. وأعتقد أن هذه المراحل تسير وفق خطة مرسومة، لأن الأكراد يدركون جيدا ما هو التوجه الإيراني نحو شمال العراق. هم الآن يلعبون لعبة التقية والتقرب من جلال الطلباني على حساب مسعود البرزاني، وزيارة المالكي تؤكد ما نذهب إليه دائما أن هناك لعبة إيرانية تقام ضد الأكراد، واستخدام الPKK التركي كما أشرت لكم كجناح ممول من إيران ضد تركيا، وأيضا يسهل عمله من قبل الحكومة العراقية المركزية. هذا كله يدخل ضمن مخطط المنطقة وكيفية إعادة تقسيم المنطقة على حساب سكانها. الآن لاحظ أنه مجلس محافظة نينوى يرفض الحشد الشعبي، الأكراد يرفضون الحشد الشعبي، إيران تصر على الحشد الشعبي، العبادي يصر على الحشد الشعبي، لأنه العبادي حقه ينفذ سياسة إيران بشكل أعمى. إيران لن تتخلى عن تواجدها في الموصل بشكل أو بآخر، الأكراد لن يسمحوا. هذه المعركة الداخلية ربما ستعقد المشهد في محافظة نينوى بشكل كامل وفي مدينة الموصل بشكل خاص، لأن الأطراف المتنازعة ليس لها هدف سوى تحقيق مكاسب على حساب السكان، وليست ترمي لتخليص المدينة مما هي عليه الآن. وربما المدينة بما هي عليه الآن رغم كل ما يشاع وما يقال وما هو حقيقي من المعاناة اللي يعاني السكان، لكن ربما ما بعد الدخول القوات هذه القوات المتنازعة سوف يدفعون ثمنا أغلى وخسائر أكبر من واقع الحال اللي هم عليه الآن. هذا الأمر بحد ذاته يشكل حقيقة عقبة كبيرة في المعركة القادمة، وأعتقد أن التدخل الدولي والأيادي الدولية التي تريد لها وجود كتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران يد في هذا الموضوع. الآن دخلت فرنسا على الخط، أعتقد دخلت هذه اللعبة، الكل يريد أن يحصل على جزء من هذه الأراضي لتحقيق أجندات بكل تأكيد كلها مجموعة لا تخدم العراق ولا تخدم الشعب العراقي، وإنما تستخدم هذه كورقة للاستفادة لتنفيذ أجندات خارجية ربما تخدم الكيان الصهيوني بالنتيجة لتفتيت هذه المنطقة. بالنسبة للموصل وعلاقات إيران، إصرارها العجيب على الحشد الشعبي رغم أن هذا الحشد امتدح من قبل علي خامنئي أمس واعتبر بمثابة الجيش الإيراني الذي ينفذ الأجندة الإيرانية في العراق وفي الشام وفي اليمن، الآن أصبح الموضوع أكثر وضوحا لأنه سيطرت إيران على ديالى عن طريق خالد العامري وميليشيات الحشد الشعبي وصلاح الدين، جعلت من الموصل الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل التي تصل به إلى الشام، وبالتالي تحقق ما قيل سابقا الهلال الشيعي الذي يمتد من العراق وإيران والعراق والشام ولبنان ويصل إلى البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم يخنق الأرض من الشمال ومن الجنوب كما تخطط له إيران بزعزعة الأمن في المملكة العربية السعودية، مستغلة ظرف العراق وتقدم القوات الإيرانية عن طريق الميليشيات أو عن طريق الجيش الإيراني الذي يرتدي زي الميليشيات في الصحراء النجف لكي يخنق السعودية من الشمال ومن الجنوب. هذا هو المخطط الذي ترمي له إيران وتساعدهم عليه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. الآن ما الذي سيحصل؟ أعتقد أنه المعركة القادمة
سوف تكون بين الأطراف التي تدعي تحرير الموصل وهي أطراف تدمير الموصل وليس التحرير، ولن تدخل المدينة قبل أن يتم تسويات على حساب مدينة الموصل. والمشاريع التي تطرح الآن كثيرة منها طرح الموصل كأقليم أو عدة أقاليم، ومن ثم سلخ سهل نينوى باسم أقليم للمسيح وأقليم للشبك وأقليم للتركمان، وربما نشهد أقاليم داخل هذا الأقليم، وحق تقرير المصير لكل فئة على يعني مسلسل التفتيت الآن الذي يطرح في الموصل كما يطرح على الأنبار كما يطرح على ديالة كما يطرح على الآخرين. هذا المسلسل يكون أكثر تعقيدا من الموصل، لأن الموصل لها خصوصية حق مجارتها مع الأكراد، إضافة لكونها منطقة سنية بحتة يسكنها الأكراد يسكنها العرب يسكنها التركمان، مجاورة لسوريا مجاورة لتركيا ومجاورة للأكراد. فهذا كلها التداخل الجغرافي هذا والسكاني يجعل من الأمر أكثر تعقيدا على الجميع، والأمر هو كله يصب في المشروع التفتيتي للعراق. والآن حتى زيارة حيدر العبادي للوطنية الأمريكية لا تخرج عن نطاق هذا الأمر والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل استحصال موافقة دخول الحشد الشعبي وإيهام بأنه هذه قوات عراقية أمنية. هي ليست قوات عراقية ولا أمنية، هذا الحشد ينتمي لإيران قلبا وقالبا، يقاد من قبل قاسم سليماني، وتصريحات علي خامنئي أمس تؤكد ما ذهبنا إليه. ابقى معي دكتور هلال، ننتقل الى سعادة الشيخ عبد القادر النايل. اهلا وسهلا بك شيخ. شيخ، قال اثيل النجيفي قائد قوات الحشد الوطني العراقي ان عناصر الحشد الشعبي الصفويه لن تشارك في معركه تحرير الموصل من قبضه داعش، وهنالك جهات دوليه كثيره ترفض دخول الحشد الشيعي الشعبي الصفوي الى الموصل، واهل الموصل يرفضون ذلك بشده، لذلك لن يكون للحشد الشيعي الشعبي فرصه لدخول الموصل على الاقل في المرحله الاولى. ولكن كما سمعنا اكثر من مره من الدكتور هلال، وهذا كلام مقنع 100%، انهم سيرتدون الزي الفرق المدرعه والاليه، وبالتالي لن تستطيع تمييزهم، وخاصه ان الجيش العراقي مترهل، يعني لا تستطيع أن تميز الجندي النظامي من الحشد الشيعي الشعبي الصفوي لأنهم يشتركون بالترهل وقلة الكفاءة وعدم التدريب. أولا أهلا وسهلا بكم أستاذ هشام ومستمعيك الكرام وبضيفك الكريم الدكتور هلال الدليمي، وهذا ما نتفق عليه جملة تفصيلا، أنهم يستطيعون إدخال ميليشيات الحشد عبر أسماء عدة، ولا سيما أن من يقود الشرطة الاتحادية بطريقة واضحة وخاضع لقاسم سليماني وخاضع لفيلق بدر بكل قياداتها وصنوفها، فهم يستطيعون إدخال الحشد، لا سيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن ميليشيات الحشد متواجدة، سواء الآن انطلقت فجر اليوم عمليات عسكرية باتجاه قضاء الشرقاط وهو قضاء مهم تماما يحاذي ويقسم نهر دجلة وهو بطرق مهمة باتجاه الموصل، سواء على تلول الباج، وكذلك هو مشرف إشرافا كاملا على الخط الدولي السريع الذي يربط ما بين أطراف الموصل من تل أحفر امتدادا إلى بغداد. وانطلقت هذه العملية، وقد تعودنا أن حيدر العبادي رئيس الحكومة الحالية يطلق العمليات العسكرية على أقضية ونواحي مدن المحافظات الستة والمحافظات السنية على شكل أمور طائفية. لذلك وجدنا أنه عندما أطلق معركة الفلوجة أطلقها لأن هناك نصا يقول أن هذا اليوم ولادة المهدي. اليوم عندما أطلق عملية الشرقاط وانطلاق العملية العسكرية لأن اليوم يوافق عيد الغدير الشيعي المزعوم، وعلى هذا الأساس تعودنا على أن التوقيتات أيضا طائفية، لذلك هي كل ما يجري في العراق هي أمور طائفية مدروسة بعناية. وعلى هذا الأساس فلو نظرنا إلى القوات المشاركة لقضاء الشرقاط والتي هي تعتبر التمهيد الأساسي لمعركة الموصل، لوجدنا أن ميليشيات الحشد الشيعية المرتبطة بإيران تشارك بنسبة كبيرة تماما، تشارك بقضية ثلاثة أفواج ما يعادل 2200 جندي من هذه الميليشيات، وهي 6 ميليشيات رئيسية فيها ميليشيات بدر، ميليشيات النجباء، ميليشيات حزب الله، ميليشيات العصائب، وكذلك ميليشيات العباس القتالية. وهذه الميليشيات بطريقة أعلنت أنها موجودة وهي تقاتل وضمن راياتها، ولذلك بتواجد ثلاثة أفواج من
جهاز المكافحة وبلواءين من الجيش الحكومي، وبالتالي 180 شخص من الحشد العشائري الذي يدعون أنه حشد وطني بقيادة أسيد. هذه النسبة والتناسب تدلل على أن في نهاية الأمر المخرج سيكون لميليشيات الحشد بعدما أن يتم زج الجيش وجهاز المكافحة في الاستيلاء على المدينة وتمهد بالقصف. نهاية المطاف سيأتي الحشد ليسيطر على الخط السريع وعلى قضاء الشرقات. لذلك القضية فيها أبعاد كثيرة تماما، لكن إيران تصر إصرارا كبيرا على مشاركة ميليشيات الحشد بطريقة واضحة على الموصل، لأن هناك أهداف استراتيجية إيران تعمد على تنفيذها في حال تواجد ميليشيات الحشد هناك. القضية لأن هناك أيضا تحالف موقع ما بين حزب العمال الكردستاني وميليشيات الحشد الشعبي. هذا الاتفاق يقضي إلى تعاون كبير ما بين الطرفين، والراعي لهذا الاتفاق هي إيران، وتضمن لحزب العمال إمدادات كبيرة تماما لتنفيذ أعمال داخل تركيا. الأهداف الثلاثة المهمة والاستراتيجية، وهناك أهداف مرحلية أخرى، لكن هذه الأهداف المهمة والاستراتيجية لإصرار إيران على مشاركة الحشد في معركة الموصل والتواجد، يهدف أولا للسيطرة على الطريق الدول السريع الذي يربط بغداد بالموصل، وبالتالي يربطها بديالة عن طريق جبال مكحول وبيجي، ويذهب باتجاه تل أعفر. وبعد تل أعفر عن الحدود السورية المنفتحة تماما والتي تسيطر عليها أيضا قوات من الجانب الآخر، وهي تمثل أيضا ربما تنسيقا معينا مع إيران، 8 كيلوات فقط من تل أعفر إلى الحدود السورية، وبالتالي سيكون هناك طريقا من ديالة باتجاه جبال مكحول أو العظام باتجاه مباشرة، أي ما يقرب 200 كيلومتر من ديالة إلى الحدود تل أعفر، وبالتالي سيكون هناك الإمدادات البرية جاهزة مباشرة من إيران عبر ديالة عبر الخط السريع الذي يربط قضاء الشرقاط بقضاء الحضر بقضاء تل أعفر. وبالمناسبة تل أعفر يسكنها التركمان السنة بنسبة 85%، أما التركمان الشيعة نسبتهم 13 إلى 15% في قضاء تل أعفر، وهو قضاء كبير. الهدف الثاني هو عملية تواجد هذه القوات حتى يتسنى لإيران إرسال حرسها الثوري بزي ميليشيات الحشد أو الشرطة الاتحادية من أجل أن تتواجد قرب الحدود ما بين كردستان إيران وما بين كردستان العراق، حتى يتم عزل هذه المنطقة، لأنه هناك حراكا مسلحا لأكراد إيران في شمالها والمحاذين للحدود العراقية من اتجاه الموصل ضد الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي عملية فصل هذه الحدود سيسهل لإيران السيطرة على شمال إيران الذي يمارس فيه من خلال الأكراد السنة المظلومين هناك حراكا عسكريا ضد الحرس الثوري، لأن الإعدامات أصبحت في الشوارع، ولأن هناك انتهاكات لاختطاف نساء من تلك المناطق، وهناك تضييق كبير يمارسه نظام ملالي طهران على شمال أكراد كردستان إيران. وهذا هو هدف أيضا محوري ومهم تماما لإيران. ثالثا هناك مطار مهم موجود في تل أعفر. إذا ما سيطر حزب العمال الكردستاني وميليشيات الحشد على منطقة تل أعفر بالكامل، وبالتالي هذا سيجعل من عملية عودة التركمان السنة الذين يمثلون 85% إلى قضاء تل أعفر شبه مستحيلة، إن لم تكن هي مستحيلة بالأساس. والتالي سيأتي إلى عملية تهجير جماعي ونزوح جماعي، وهناك تواطؤ كبير مع المجتمع الدولي في التمايز مع الأقليات والقوميات الموجودة في العراق، لأن التركمان تعرضوا إلى إبادات كثيرة وإلى استهدافات ولم يتحرك المجتمع الدولي لمساندتهم، مما سيجعل هذا القضاء منطقة آمنة لحزب العمال الكردستاني ومطارا جاهزا أن تهبط الطائرات الإيرانية فيه، حتى يمول هذا الحزب من أجل أن يكون هناك حراكا عسكريا كبيرا تدعمه إيران في شمال تركيا. وهذا ما يجعل من تركيا أن تتدخل وأن تتوغل في الأراضي العراقية، لأنها تعلم علم اليقين المخطط الإيراني المراد تنفيذه في شمال تركيا. ولذلك من توقعاتنا أن القوات التركية لن تقف عند التدخل أو الدخول إلى الحدود العراقية. القوات التركية ربما ستأخذ أجزاء مهمة على طول هذا الشريط من محافظة الموصل، لأن أمنها القومي
يستدعي ذلك أمام المخططات الإيرانية وأمام التواطؤ الكبير لإيران في إطلاق يدها في العراق وتنفيذ أجنداتها. من هذه الأمور الاستراتيجية الثلاثة يتضح أهمية إيران لمعركة الموصل وبالتالي التجاذبات المهمة. هناك هدفا مهما في الاتفاق المبرم ما بين المالكي رجل إيران الذي أرسلته إلى السليمانية، ليست القضية مشاركة البيشمركة من عدمه. الاتفاق يقضي على أنه إذا ما كان هناك وجودا حقيقيا لميليشيات الحشد وأذرع إيران في الموصل وتواجد حقيقي، فإن إيران تتعهد بإدخال صراع مسلح داخل أربيل لإزالة نظام مسعود البرزاني وتسليمه إلى حزب جلال الطلباني المقرب إلى إيران بطريقة واضحة. ولذلك رأينا قبل الأسبوع الماضي طريقة ميليشيات جلال الطلباني كيف منعت البيشمركة التابعين لمسعود البرزاني في حقول نفط كركوك، وأصبح هناك صداما ومناوشات وصلت إلى أطلاق النار فيما بينهم، مما يدلل على أن هناك استهدافا مركبا إيرانيا لتلك المنطقة بالكامل. وعلى هذا الأساس تجد أن هناك تصعيدا خطيرا ما بين كل هذه الأطراف، ولذلك الكل تتكلم الموصل ما بعد تنظيم الدولة أو ما بعد تنظيم داعش كيف ستكون. هناك من يطرح عملية 6 محافظات، وهناك من يطرح عملية ضم أراضي أخرى، لا سيما أن هناك كانت تدهوك تابعة للموصل، ناحية تابعة للموصل ضمت ما بعد 1991 لتكون محافظة مستقلة. وعلى هذا الأساس يطمع أيضا الأكراد في ضم سهل نينوى كمحافظة تابعة إلى الإقليم وليس إلى الموصل، وبالتالي يتم تقسيم المدينة الأكبر والثاني مدينة بعد بغداد في العراق هي الموصل، يتم تقسيمها، والذي هي تمثل لمئات سنين ماضية وقرون أن الموصل تمثل الحالة التعايش السلمي ما بين أطياف المجتمع العراقي والقوميات، ولذلك هي تمثل العراق المصغر الحقيقي الذي دائبت مكوناته على التعايش السلمي، لكن اليوم يريدون تفكيك هذا. أما تصريحات أثير النجيفي فهو يعتمد على التصريحات التي يستحصلها من الجانب التركي أن هناك رفضا تركيا، لأن تركيا تعلم أن هناك خطرا أمنيا عليها من خلال مشاركة الحشد، لكن هذه لا ترتقي إلى المسؤولية أو إلى القوة الكافية لمنع ميليشيات الحشد من المشاركة في معركة الموصل إلى هذه اللحظة، أن هناك تواطؤا ودعما واضحا تماما لهذه الميليشيات، لأنه كما أسلفت لك الميليشيات تتواجد، وبالتالي أثيل وغيره لا يستطيعون كبح جماح هذه الميليشيات، لا سيما أن وزيرهم الدفاع خالد العبيد الذي قدمه أثيل وأسامة ليتولى منصب وزير الدفاع هو متواطئ بالكامل مع ميليشيات الحشد الشعبي، لكن هذه التصريحات تأتي حتى لا يتحمل أثيل النجيفي المسؤولية الكاملة عن ما يجري إذا ما كان الحشد سيدخل داخل مدينة الموصل، والذي يتوقع أنه سيرتكب مجازر يندى لها جبين الإنسانية، ومن الآن هو يستعد لهذه المجازر ويروج لها بطريقة وحشية وإجرامية. ابقى معي سعادة الشيخ دكتور هلال. أثار تقدم البيشمركة في سهل محافظة نينوى شمالا مؤخرا مخاوف الحكومة المركزية بقيادة العبادي، مما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مطالبة تلك القوات بعدم التوسع في المناطق التي تحررها في الموصل من قبضة تنظيم داعش، حتى وإن كان تقدمها دعما ناريا للقوات العراقية في هذه المعركة. يعني تخيل إلى هذا المستوى لا يثق فيه الأكراد. والصراع على المصالح في العراق في العام ما بين الأطراف المتنازعة على السلطة كلها يدفع ثمنها المواطن العراقي. بالنسبة للأكراد لا يخفى أنهم لديهم مطامع ولديهم حقيقة رغبة في التوسع على حساب ضعف الحكومة المركزية والتهاءها بالأعمال الطائفية ضد العرب السنة في هذه المناطق، جعلوا من مناطق السنة مناطق نزاع وصراع، ووجهوا عليها كل أنواع البطش والتنكيل المبرمج سواء عن طريق الجيش قبل تنظيم الدولة والاعتقالات العشوائية والمنظمة حقيقة ضد السكان، اعتقال النساء 4 سنة كما يسموها ما إلى ذلك، ومن ثم الانسحاب المنظم وتسليم الموصل إلى تنظيم الدولة بهذه الطريقة تكون ذريعة وغيرها من المناطق. هذه كلها دفعت بالأكراد احتضان العرب السنة.
من جانب، ومن جانب آخر هذا التوجه حقيقة أضعف دور الحكومة المركزية، لأن الحكومة المركزية حكومة طائفية بامتياز أوضحت بشكل واضح بأنها هي تمثل الأحزاب الشيعية الإيرانية التأسيس، حتى مو شيعية عراقية، ولكنها تدعي زورا بأنها تمثل الشيعة وترتكب كل الجرائم باسم الشيعة. لعبت على هذا الوتر وجيشت الميليشيات الإيرانية التمويل والتنفيذ والتسليح والإعداد والتخطيط الفكري لكي تكون بديلا عن القوات المسلحة، وهذا هي اللعبة الكبرى التي لعبتها إيران في العراق عن طريق نور المالكي عندما أفرغ المؤسسة العسكرية التي هي بالأصل إعداد أمريكي مبني على الطائفية، استغل هذا النفس، ومن ثم حتى هذا النفس الطائفي الموجود بالجيش لا تقبله إيران. إيران تريد قوات تتبعها بشكل مباشر، ولاءها مطلق لإيران، لا ترتبط بالعراق إلا بالتمويل بالمال وبالأسلحة وبالأرض، وتكون هي الذراع الضارب لإيران في العراق. وهذا ما حصل فعلا، بحيث أنه الآن لا نسمع صدى للقوات العسكرية العراقية، وإنما كل ما يردد هو الحشد الشيعي، الشعب الحشد الشيعي، الحشد الشيعي، بالرغم من أن حتى هذه المسمى، هذا المسمى أخذ أكثر من حجمه واستغل أيضا لإغراض الفساد، لأنه كثير من الأحزاب تعطي أسماء موهومة وتأخذ مخصصات وتدفع بأعداد أقل بكثير من الأرقام التي تدفعها رسميا، لهذا طالبوا لأكثر من مرة بزيادة المخصصات الحشد وجعلها مؤسسة عراقية، أي أنه جعل هذه المؤسسة الإرهاب المقدس يأخذ الصيغة الرسمية. الآن هناك مطالبات حقيقة في البرلمان العراقي بأنه يكون هناك حصانة للمجرمين، وأول مرة يسن في العالم جهة برلمانية المفروض تحافظ على أمن الوطن والمواطن تطلب حصانة للمنظمات الإرهابية أو الفصائل الإرهابية التي شكلت عكس الدستور العراقي ومخالف للدستور العراقي. الدستور العراقي والحفظ السلاح بيد الدولة، السلاح يكون بيد وزارة الدفاع والداخلية وقوى الأمن الداخلي حصرا. هذه الميليشيات شكلت بقرار ديني أو بفتوى دينية، إذن هي ميليشيات دينية وليس ميليشيات حكومية كما يدعون، ووضعوا لها الإطار الرسمي لكي تأخذ هذا التقديس وهذه الصفة. والآن كل ما يجري في العراق من مناوشات ومن دفع باتجاههم، لا يثقون بالأكراد ويريدون معونة الأكراد، هم لا يثقون بالسنة ويريدون معونة السنة. كل هذه الأباطيل والألاعيب دليل واضح على أن من يقود العمل هم ليست العبادي ولا حكومة المنطقة الخضراء، الذي يدير العمل كله والإيرانيون والأمريكان وأطراف أخرى. الأتراك أيضا يريدون أن يحافظون على أمنهم كما أشار الشيخ عبد القادر. هذه النزاعات، الأكراد موجودين على تماس مع الموصل، ولديهم مناطق متنازع عليها ولديهم أطماع، بنفس الوقت أيضا يخافون من تدخل من وجود الحشد الشيعي على حدودهم، لأنهم هم حقيقة تقاتلوا معهم في ترانسفورماتو واقتتلوا في كركوك، واحتمال اقتتالهم وارد، لأنه إيران لا أمان لها، لأنه إيران تلعب على كل الأوراق في تنفيذ مصلحتها، والأكراد يعرفون جيدا بأنهم المرحلة الثالثة من المشروع الإيراني في العراق، فبالتالي يريدون أن يبعدون الخطر الإيراني عنهم قدر الإمكان، كما تحاول تركيا بنفس الوقت أن تبعد الخطر الإيراني عن جنوب تركيا. أخي عبد القادر قال شمال تركيا، شمال العراق جنوب تركيا. إيران تبحث الآن عن أي منفذ في هذه المناطق بعد أن استطاعت السيطرة على محافظة ديالى وصلاح الدين عن طريق الميليشيات، الآن تريد أن تنفذ إلى الموصل. فبالتالي حيدر العبادي ليس من جعبته عندما يصرح أنه عليهم عدم التوسع، هم قوات تعترف بهم أنت وتسلحهم. البيشمركة قوات عراقية كردية معترف بها من قبل الحكومة العراقية وتسلح من قبل الحكومة العراقية وتدفع رواتبها من قبل الحكومة العراقية. لماذا تدفع لهم رواتب
من خزينة الدولة العراقية إذا تعتقد أنهم لن يحققوا سياسة الدولة ولن يحافظوا على أمن الوطن والمواطن؟ هم ميليشيات حالهم حال ميليشيات الأخرى تدافع عن الإقليم كردستان. إذن هذه التناقضات كلها تصب في خانة واحدة بأنه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يعرفون ماذا يريدون. هم سلموا الموصل بهذه الطريقة لكي يهينوا أهلها، وقد تحقق لهم ذلك، ولكن كيفية الخروج من هذا المأزق حقيقة سوف يكون على حساب أمن المواطن في الموصل وفي كل المناطق الأخرى. القضية الأخرى أخي الكريم أنه هذه المنطقة هي ما بين حوض الفرات وحوض دجلة، ما بين البحر الأبيض المتوسط وما بين دجلة، يريدون إفراغها من سكانها الأصليين تحقيقا للمشروع الكبير الصهيوني اللي هو دولة إسرائيل ستكون من الفرات إلى النيل. هذا المشروع حقيقة تهجير سكان الشام، سوريا تهجر عدد كبير منهم، وسيهجرون هذه الخطة المخططة، يهجرون ما تبقى خلال 5 سنوات القادمة الأخرى بإبقاء هذه الصراعات. وهذا المشروع اتفق عليه الأمريكان والروس مع الإيرانيين، ومن ثم هذه المناطق أيضا الآن المحصورة ما بين حوض الدجلة وحوض الفرات في العراق أيضا تهجير سكانها، وحتى العائدين في هذه المدن لا يجدوا ما يسهل لهم العيش فيها من حرق المدن وتدمير المساجد وتجريف المزارع وما إلى ذلك. هي حقيقة إزالة وجود بالكامل لكي تكون هذه المنطقة مهيئة لهذا المشروع، على أن تعطى إيران ما هو ما بعد دجلة باتجاه إيران. هذا هو المخطط الإيراني الأمريكي الروسي في العراق، وتسعى إليه كل هذه الأحزاب التي أتت تلبس عمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن حكمت العراق بقلب أبو لهب. هذا الواقع الحال اللي نعيشه من القتل والتشريد وسرق الممتلكات وتدمير البنى التحتية كله يصب في نفس هذه الخانة. وإلا حيدر العبادي كرئيس وزراء المفروض هو رئيس الحكومة العراقية المركزية، وهو مسؤول عن كردستان مثل ما مسؤول عن البصرة والكربلاء والنجف وغيرها، ويدفع رواتب البيشمركة. طيب لماذا تدفع رواتب لمقاتلين تعتقد هم أعداء لك بالمحصلة؟ لاحظ هذا التناقض كله يجمع تحت قبة البرلمان ويسمى حكومة عراقية، وأمريكا تدافع عن الديمقراطية في العراق وقرة عين الديمقراطية التي أوصلت البلد إلى حالة الاقتتال بهذا الشكل والشرنة بهذا الشكل. حتى المسؤول لا يستطيع أو لا 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 ليس لديه رؤية ماذا يفعل في بلد مثل العراق. ابقى معي دكتور هلال. شيخ عبد القادر، نعود إلى موضوع غاية الأهمية، وهو حول ما تردد عن احتمال انسحاب القوات التركية في معسكر زيليكان، حيث أوضح الجيفي أنه حتى الآن لم يتم طرح فكرة انسحاب القوات التركية ولا يعتقد أنه مثل هذا الطرح موجود، لكن على أرض الواقع جرت لقاءات بين الحكومتين التركية والعراقية في بغداد، لم يحدد موعد عقدها وتم بحث هذا الموضوع، والجانب التركي أوضح رغبته في تحويل هذا المعسكر إلى معسكر للتحالف الدولي، وكان سابقا هناك مفاوضات بهذا الخصوص، ولكن تبقى الإدارة فيه بيد تركيا وضمن التحالف الدولي. هل لديك أي معلومات عن هذا المعسكر؟ أولا هذا المعسكر كما قلت لك هو أنشئ حتى يقطع عملية تواصل حزب العمال مع جنوب تركيا عن طريق شمال العراق، وبالتالي هم يعلمون تماما أهمية المعسكر للأمن القومي التركي، وبالتالي أيضا تركيا لها أطماع في الموصل الغنية بالنفط والتي تسبح على بحار من النفط. وعلى هذا الأساس هناك معلوم تماما أن اتفاقية 1926 الذي أعاد إحياؤها والمطالبة فيها أردوغان مباشرة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما في لقائهم القريب الماضي هي دليل واضح تماما على أن هذه القوات وقفت عند حدود الموصل، وبالتالي لم تستطع القوات الدولية آنذاك التي احتلت البلاد العربية وأثر انسحاب الدولة العثمانية من تقسيم والوصول إلى داخل تركيا وتقسيم تركيا، وبالتالي يريد أردوغان التواجد والجيش التركي يريد التواجد أكثر من هذا المعسكر، إنما هو يريد تواجد إلى مناطق داخل العمق في مدينة الموصل من أجل قطع كل آمال إيران وأدواتها، وكذلك من أجل
الحفاظ على الأمن القومي التركي، وكذلك أن يكون لهم مشاركة فعلية في القرارات السياسية في موصل ما بعد تنظيم الدولة. وعلى هذا الأساس حقيقة الأمريكان بعد فشل الانقلاب العسكري على أردوغان يريدون تطيب الخواطر لأردوغان، وبالتالي لا يريدون رفض كل هذه الأمور، لأنه يعتبرون تركيا حليفا استراتيجيا ويتمتع بقواعد عسكرية أساسية مع حلف الناتو، وبالتالي هو يتواجد في ثاني قوة موجودة في حلف الناتو، وعلى هذا الأساس هم لن يكون لهم رفض قطعي، وهم يتعاملون مع دولة ولا يتعاملون مع منظمات يدعمونها من أجل أن يكونوا الحذاء على الأرض بدل الجند الأمريكي في قتال تنظيم الدولة. اللقاءات التي جرت ما بين حكومة بغداد العبادي والأتراك كانت برعاية أمريكية، والاجتماع الأخير الذي جرى في أربيل كان برعاية أمريكية، ضم أيضا الحكومة والبشمرقة ومن الجانب التركي وإن كان غير معلن. فبالتالي الجانب التركي مصر على التواجد وتزايد القوات، لكنه يريد أن تكون أيضا ضمن غطاء التحالف الدولي، وبالتالي يجعل من القوات التركية أن يتواجد معها قوات أمريكية وقوات دولية أخرى ربما عربية في هذا المعسكر، من أجل أن يكون لها قرارا رسميا وقرارا واضحا في صلب المعارك وفي تحديد مصير القوات التي تشترك في التواجد الفعلي في الموصل، لأن الموصل لها أهمية استراتيجية، فيها ترتبط بالأنبار عن طريق القائم، وترتبط مع سوريا وتركيا، وترتبط مع إيران، وترتبط مع محافظات مهمة. لذلك هم ينوون التواجد بقوة، ويريدون أن يعزز هذا التواجد بتواجد دول أخرى معهم، حتى يأخذ هذا المعسكر الذي يتوسع طابعا أنه معسكر تحالف دولي، وعلى هذا المعسكر التحالف الدولي لن تستطيع حكومة بغداد وحكومة العبادي أن تجعل معوقات أمام الأتراك وأمام الأهداف التركية الموجودة في المنطقة. لذلك الاتفاقات التي جرت في بغداد وصلت إلى طريق مسدود، لأن الإملاءات الإيرانية على حكومة العبادي وعلى الميليشيات هو بضرورة تراجع القوات التركية على الحدود التركية وعدم مشاركتها في معركة الموصل، وبالتالي الأتراك رافضون لهذه الفكرة جملة وتفصيلا، وبالتالي ضغط العبادي على أوباما الذي يريد أن تبقى العملية السياسية ومخرجاتها لحين تسليمه للرئيس القادم الأمريكي وفترة الانتخابات الحرجة يتطلب، وحتى تطلبت هذه المرحلة هي تأجيل عملية معركة الموصل، لذلك يتطلب الموازنة لحين الوصول للانتخابات الأمريكية كما يريدها البيت الأبيض ويريدها أوباما. لكن في نهاية المطاف كما معلوم أن الحكومة في بغداد هي ليست حكومة قوية، هي ضعيفة وهشة ولا تمتلك القرار، وبالتالي هناك تعدد القرارات السياسية فيها، لأنه تنازع الميليشيات وصلاحيات الميليشيات والداعمين للميليشيات أيضا متنوعة، هناك عمار الحكيم وهناك نور المالكي وهناك إيران الضابط للميليشيات الأكثر فعالية من خلال دعمها وقراراتها، وهناك العباد الذي يترنح ما بين إقناع الولايات المتحدة الأمريكية في استمرار حزب الدعوة الحاكم، وما بين الوصاية الإيرانية وأهدافها في العراق والنظرة الإقليمية الموجودة. المشهد معقد تماما، لكن الأتراك من خلال الرؤية الثاقبة لما يفعلونه يتضح لنا أنهم لن ينسحبوا من شمال العراق ولن ينسحبوا من هذا المعسكر، وسيزداد حسب توقعاتنا قوة هذا المعسكر بتواجد دول أخرى مع الأتراك، لأن المشروع الإيراني حقيقة استفز المنطقة، والمنطقة برمتها تريد توحيد جهودها ضد المعسكر الإيراني مطلقا. ابقى معي سعادة الشيخ. دكتور هلال، لم تتفق الحكومة العراقية وحكومة إقليم الشمال حتى الآن على صيغة معينة من أجل آلية خوض معركة الموصل ومشاركة قوات البشمركة، ما الذي يمنعهم من أن يتفقوا على صيغة محددة لكي تبدأ ساعة الصفر؟ ساعة الصفر يقال أنها من الآن هي 30 يوم أو أقل تقريبا. وكل كل اللي تكلمنا به يصب في حالة واحدة، أنه أولا الحكومة العراقية ما تسمى الحكومة العراقية هي ليست صاحبة القرار، القرار بيد إيران، هذا هو المعوق الأساسي. الشيء الثاني أن الموجودين حاليا على السلطة في العراق لا يثقون بأحد إلا بالأطراف الإيرانية، لاحظ لا يثقون بالأحزاب السنية اللي معهم، لا يثقون بحتى أثيل النجيف اللي شكل جيش،
لا لم يساندوه في عمليات التسليح رغم كل التهويل الإعلامي والتطبيل الإعلامي، لم يوافقوا على تشكيل جيش سني لمسك هذه المناطق كما طالب الكثيرين، لم يوافقوا على إنشاء الأقاليم السنية من 13 سنة لأنه، ولم يوافقوا على تسليح الصحوات الذي قاتلت معهم ومع الأمريكان في ذلك الوقت ضد أهل بلدهم، حتى الذين خانوا البلد لم يثقوا بهم فقط لأنهم سنة ولأن ارتباطهم سوف لن يكون بإيران بشكل مباشر، رغم أن كل هذه الأطراف أعلنت ولاءها لإيران وبايعة إيران وحجت إلى إيران مرارا وتكرارا لكي تبين ولاءها، ولكن إيران لا تثق بمن هم ليست أبنائها الأصليين الذين ربتهم منذ سنين، هذه تعتبرها طارية. فبالتالي حيدر العبادي لا يستطيع أن يثق بالأكراد ولا يستطيع أن يتخلى عنهم. هذا اللغز بسبب أنه الولايات المتحدة الأمريكية تصر على وجود البيشمركة في هذه المعركة وتعطي الأكراد دورا لأنها مستفيدة من وجود الأكراد وتستخدمهم كورقة في المنطقة، ليس في العراق ولكن في كل المنطقة، الأكراد يعتبرون الورقة رابحة بيد الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الكيان الصهيوني، وهذا معلوم. الحكومة بغداد إذا اتفقت مع الأكراد هذا يعني عليها أن تخضع لشروطهم، وشروط الأكراد أيضا مستغلين هذا الوضع، يريدون أن يتوسعوا على حساب المناطق في كركوك وفي الموصل وفي ديالى وربما يصلون إلى الكوت. فهذا المشهد كله لا أعطيك يدي ولا ممكن أن أتخلى عنك، هذا الوضع الذي يصف حالة القتال في الموصل، لأن الموصل الآن هم يعرفون جيدا أن قضية الموصل خرجت من الإطار العراقي الذي رسموه على أساس إدخال تسليم الموصل للميليشيات وسحب الجيش بشكل مفاجئ وتسليم المواطنين ومن ثم الانقباض عليهم لعمليات إبادة تحت مسمى محاربة الإرهاب، وهذا نجحوا فيه إلى حد كبير، ولكن ما لم ينجحوا به هو كيفية إخراج تنظيم الآن وكيفية تقسيم الموصل وكيفية وضع الموصل. دخلت أطراف دولية أخرى لتقول كلمتها ورأيها، ومن ضمنها تركيا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وإضافة إلى المخطط المستفيد من كل هذه الفوضى هو الإيران والكيان الصهيوني، ليس ببعيدين عن هذا المشهد. فبالتالي لو كان جيشا عراقيا وطنيا كما يدعون لا يحتاج إلى البيشمركة، البيشمركة قوات تحمي أقاليم كردستان، هذا واجبها وليس للدفاع عن المناطق الأخرى، لكن هم لم يستطيعوا أن يؤسسوا جيشا وطنيا عراقيا حقيقيا لأنهم ربطوه بالفكر الميليشياوي ودمجوا فيه ضباط الميليشيات وضباط الدمج الذين يمتلئ القوات العسكرية العراقية الآن أفرغت من محتواها العسكري. لا يوجد هناك قناعة لدى السياسيين العراقيين لا بالبرلمان ولا بالقائمين على الحزاب القائمة الآن بدعم وزارة الدفاع وجعلها وزارة قوية، والدليل لحد الآن احنا وزارة الدفاع بلا وزير عمليا، وإهانة الوزارة من خلال كل التصرفات التي ابداها ما يسمى القائد العام القوات المسلحة عندما قام استعراضا عسكريا للميليشيات في بغداد، لم يحضره وزير الدفاع ولا قادة الأركان، حضره قادة الميليشيات. فإذا هذه الرؤية بكلها لا تعطي للحكومة المركزية القوة في التفاوض أو فرض رأي على الأكراد، لأن ليس لديهم قوة عسكرية محددة، قوتهم بالميليشيات الشيعية الإيرانية التي يرفضها الكل. هنا تكمن الخطورة وصعوبة في مناورة ما يسمى الحكومة المركزية كيف ستتعامل مع هذا الحدث بعد دخول أطراف كبيرة تريد أن تفرض أجندتها ورأيها لحماية أمنها القومي مثل تركيا ومثل إيران. فغيعت العراق ككل بين أجندتين، الأجندة الإيرانية والأجندة الأمريكية، وما بين عملاء إيران بالداخل والذين يناغون الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل البقاء على هذا الوضع، والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في مسلسل التدمير، هذا جزء من مسلسل التدمير والتفتيت للعراق، لأن التقسيم العراق لا يتحقق إلا بعد أن تظهر كل هذه الشوائب على السطح
ويصبح التقسيم مطلبا جماهيريا، بدل أن كان مرفوض جماهيريا يصبح مطلبا جماهيريا. الآن يقول لك أنا بتخلصني من هذا الوضع اللي أنا فيه، لأن مواطن المواطنين الآن العائدون من شمال العراق إلى الفلوجة يتم اعتقال قسم منهم، وقسم من العوائل يطردون ويمنعون الدخول إلى الفلوجة. الآن اللي حررهم من رمادي بحجة أن أحد أفراده متعاطف، لأن عملية لصق التهمة سهلة جدا، أنت متعاطف مع داعش فيكفي أنه تعتقل أو أنه بيتك غير آمن، فبالتالي ارجع من حيث أتيت. هذا المسلسل سوف يطبق على كل مناطق العراق الأخرى، ويبقى المواطن السني عائم ما بين النازح وما بين المعتقلات وما بين أن يكون عميل لهذه الجهة أو لهذه الجهة لكي يعيش، وما بين أن يعود إلى بيت لن يجده آمنا، وإذا وجده سوف يعتقل مرة ثانية. وهذا ما حصل في مناطق ديالة وجف الصخر، خير دليل أنه من سنتين لم يدخلها أهلها لحد هذه اللحظة. وهذا التخوف لدى أهل الموصل أنه ما دخلت الميليشيات مدينة عراقية إلا وأتت عاثت بها فسادا ومنع أهلها من العودة. فبالتالي لماذا يتخذ أهل الموصل قرارا بإعدام أنفسهم بأيديهم ويوافق على الحشد الشعبي طالما أن النتيجة معروفة؟ وهذا هو السبب حقيقة، أنه تكاتف الناس ومجلس محافظة نينوى برفض الحشد الشيعي الصفوي، لأنه يمتلك أجندات مرتبطة بإيران ويمتلك حقدا واسعا على أهل هذه المناطق. وإيران حقيقة حتى الأكراد تسميهم أولاد الشياطين بالمناسبة، يعني إذا كان الأهل السنة يعتبرون نواصب وكفرة ولكن ضمن البشر، لكن الأكراد يعتبر الإيران تعتبر الأكراد من ضمن أولاد الشياطين كما تشير كتبهم. فبالتالي هذا التخوف هو الذي دفع العبادي أن يتصرف بهذه الطريقة، لأنه رجل إيران الأول في العراق، وحزب الدعوة حزب إيراني تأسيسا وتمويلا وفكرا وتطبيقا. وبالتالي كل من يأتي على هذا الحزب هو ولاؤه لإيران أولا وأخيرا، وقادته يعلنون إذا أصبح إذا كانت هناك حرب ما بين العراق وما بين إيران سوف يقاتلون مع إيران وهم يحكمون العراق. فتخيل أي ولاء هذا الذي يمنحهم العراقي حق الحكم وهم ولاءهم لإيران عبر شاشات التلفاز، يقولون إذا أصبحت حرب ما بين إذا قامت حرب بين العراق وما بين إيران نحن نقاتل مع إيران. وقاتلوا مع إيران خلال حرب 8 سنوات، ومن ضمنهم هادي العامري والمالكي وحيدر العبادي وحزب الدعوة ومنظمة بدر الذي أنشئت أثناء الحرب العراقية الإيرانية. وهذه المنظمة وما تلاها منظمة بدر والمجلس الأعلى وعمار الحكيم، كل هذه المسميات أنشئت أثناء الحرب وشاركوا في مع إيران. إذن كيف يحكمون العراق بهذه النفسية؟ هذا هو الولاء والبراء الآن يظهر بشكل واضح، ولاءهم لإيران أولا وأخيرا وليس العراق. لو كان ولاءهم العراق لركزوا على بناء جيش وطني عراقي يحمي العراق، ولما اعتمدوا على الميليشيات ولما اعتمدوا على البيشمركة أو غيرها. تبقى البيشمركة تحمي إقليم كردستان، وكان الجيش العراقي جيش قوي يستطيع الدفاع عن حدوده، لا أن يهان بهذه الطريقة السامجة بحيث يصبح ضباط الدمج هم الذي يتحكمون فيه، وهذا العامري هو الذي يتحكم بوزارة الدفاع، ويأتي قاسم سليماني من إيران ليقود المعارك ووزير الدفاع لا يعلم عنه شيئا. نعم، الشكر موصول للأستاذ دكتور مهندس هلال الدليمي وسعادة الشيخ عبد القادر النايل، كان معي من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميلة سلام المساعدة. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم، ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى لقاء يجمعني بكم، هذه أغلى أمنياتي. عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.